أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع ليسجل رأس المال السوقي مستوى 694 مليار جنيه، ذلك وسط تداولات بلغت نحو 20.5 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 3.55% ليغلق عند مستوى 10700 ونقطة واحدة. كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة. هبط مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.16% ليغلق عند مستوى 2834 نقطة. وللمزيد والمتابعة أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال أحمد سعد. الأستاذ أحمد سعد، كيف تقيم أداء البورصة المصرية اليوم؟ أهلا وسهلا بحضرتك. سوق النهارده بنفتح ب 20 مليار 27 مليون 18 مليار سندات 1 مليار 500 مليون أسهم. طبعا تراجع المؤشرات النهارده وسط بيع ملحوظ من المؤسسات الأجنبية أدى لتخفيض المراكز الشرائية وسط مخاوف من التوترات الأسواق الإقليمية، أدى لانخفاض 119 سهم و12 سهم على ارتفاع. طبعا بالنسبه للمؤشر ال 30 اغلق عند مستوى 10701 نقطه، الاستقرار عند مستوى 10650 بنقطه دعم مهمه جدا، وطبعا وسط شراء ملحوظ من المؤسسات المصريه يؤول مره اخرى للصعود ل 10850. بالنسبه للمؤشرات الصغيره مؤشر ايجيك 70 قفل عند 10870، طبعا الاستقرار فوق مستوى 1800 يؤول مره اخرى نقطه مقاومه مهمه عند 1950. ابرز القطاعات النهارده قطاع البنوك بنفذ بحوالي 534 مليون حوالي 35% من تمويلات السوق. يلي قطاع الموارد الاساسيه 167 مليون حوالي 11%. يلي قطاع الخدمات الغير مصرفيه والعقارات ثم الاغذيه والمشروع. نعم استاذ احمد، يعني ما هي ابرز القطاعات الرابحه خلال تعاملات اليوم وايضا يعني اسباب الصعود من وجهه نظرك والقطاعات المتراجعه ايضا؟ الحقيقه النهارده طبعا كان في بيع ملحوظ من المؤسسات الاجنبيه ولكن يقابله شراء ملحوظ من المؤسسات المصريه ادى الى التركيز على قطاع البنوك بشكل ملحوظ او حوالي 35% من تنفيذات السوق هو قطاع البنوك النهارده. طبعا البنك التجاري الدولي وكان صاحب الوزن النسبي الاكبر هو كان اكبر تعاملات النهارده عليه بحوالي 501 مليون شراء من المؤسسات المصريه. طبعا شراء المؤسسات المصريه في السوق بيخلي في حاله من التوازن وحاله الى نظره استقرار ويعود مره اخرى للصعود ان شاء الله في الفتره القادمه. ان شاء الله استاذ احمد سعد، شكرا جزيلا لك.